السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوى البرامج اللي بتتعامل مع ملفات البي دي اف هو أدوب أكروبات. هم عاملين موقع أونلاين، مش محتاج إن أنت تسطب حاجة خالص. تقدر إن أنت تفتح ملف وتحول الوورد لبي دي اف، أو تحول بي دي اف الوورد، أو تغير السايز، أو تحط كومنتات، تراجع الملف وتحط الكومنتات اللي أنت عايزها، أو تعمل إيديت للتكست، أو تقسم ملف البي دي اف، أو تلغي صفحة من ضمن الصفحات. كل الكلام ده من غير ما تسطب حاجة خالص، وموقع مضمون 100% تبع شركة ادوب اكروبات دوت ادوب دوت كوم. هسيب لكم رابط برضو اسفل الفيديو. زي ما انت شايف تقدر تحول البي دي اف الوورد او باوربوينت او اكسل او لصورة، او تعمل اكسبورت البي دي اف، يعني تديله اي ملف تبع الاوفيس يحوله لك البي دي اف مجاني ومن غير تسطيب. لازم طبعا تجربوه، او على الاقل لو انت زنقت ومحتاج ان انت تعمل حاجة والبي دي اف او الاكروبات ريدر مش متسطب عندك على الجهاز، فتقدر انت تستعمله. في حاجات خاصة بالديسكتوب محتاج انت تسطبها، وفي حاجات موبايل لازم يكون على الموبايل عندك برنامج يفتح ملفات البي دي اف ويعدل ويعمل سكان، وفي حاجات خاصة بالويب. تمام، انا ان شاء الله ناوي اسطب الادوب اكروبات ريدر والسكان، بحيث لو انا احتجتهم اقدر ان انا اعمل سكان للملفات ديت واحولها البي دي اف. ان شاء الله الموقع يعجبكم باذن الله.